لعبة The Last of Us مش زي اي لعبة رعب لعبتها قبل كده. انا كنت متوقع ان اللعبة عبارة عن اكشن عنيف، وحوش مرعبة في كل شارع، وبحث مستديم عن ذخيرة. لكن لما مسكت الدراع اكتشفت احساس جديد ما كنتش متوقعه. اللعبة دموية، صادمة، كئيبة ومخيفة. الديمو بتاع اللعبة بيدور حوالين بداية القصة. القصة بتحكي عن جويل، تاجر في السوق السوداء، بيوعد احد اصدقائه انه ينقذ بنت اسمها ايميلي من منطقة حجر صحي وقع تحت الاحكام العرفية العسكرية في بوسطن في الولايات المتحدة الامريكية. لما حصل انتشار للفيروس هناك، الجيش قصف المدينة والدمار حول المدينة المتاهة كبيرة. الصدفة اللعبة دي قدر يلفت انتباهي جامد. الصدفة اللعبة استثنائي. لما المطر بدأ وقفت في وسط المباني المدمرة وقعدت اسمع صوت المطر بيخبط على الشبابيك. جودة الصوت عالية جدا لدرجة انك تقدر تلاحظ كل العناصر المكونة للصوت. وعلى فكرة الأصوات اللي في الطبيعة حواليك بما فيهم صوت العصافير متوظف كويس جدا عشان يهيئك للمشهد المرعب اللي بعديه. في نوعين من الوحوش قابلوني في الأول، أصواتهم أكتر حاجة هتأثر فيك. النوع الأول اسمه الرانر، وده أول مرحلة في العدوى. لما بتدخل غرفة فيها واحد من الرانرز بتبقى عارف لأنهم بيصدروا عويل صوته عالي ومخيف بشكل سادي. العويل ده سببه شعورهم بالألم. جدير بالذكر أن الفيروس اللي في اللعبة مستوحى من مرض حقيقي بيصيب النمل وبيخليه يهاجم بعضه، والنملة اللي بتتهاجم بتتحول. لما عرفت المعلومة دي جسمي أشعر الحقيقة. تاني نوع من الوحوش اسمه كليكرز، وده المرحلة المتطورة للفيروس، والمصاب بيفقد فيها بصره وبيبدأ يتتبع الفريسة بتاعته باستخدام الصوت زي الخفاش، والصوت اللي بيستخدمه هيخليك ترتجف من الرعب. الموضوع ده هيديك الفرصة انك تحدف الحجارة او الازاز وتشتت بيهم الخصوم بتوعك. لأول وهلة اللعبة فيها شبه من انشارتد بالذات في الرسوم ومنظومة التصويب، لكن وأكد لك ان دريك حاجة وجويل حاجة تانية خالص. ألعاب كتير بتتناول فكرة الموت الأحياء وتركز على أنها تخليهم مصدر الرعب الرئيسي، لكن نادراً ما بيكون بنفس الجودة اللي في The Last of Us. اللعبة هتنزل في مايو السنة دي. على العموم علشان تتابع معلومات أكتر عن The Last of Us خليك معنا على IGN Middle East.